الأمر لمسته بصورة مباشرة. لكن اللجنة وجهت أيضا بانتقادات كبيرة في هذا العمل، رغم أنه أفتكر أنه عمل جيد وجاء نتيجة سريعة. أفتكر أنه اللجنة ليس لها دخل بمثل هذه الملفات، والأكيد أنه اللجنة لها دخل، لأنه اللجنة ذهبت وأخذت المحطات من اللجنة التسييرية القديمة. ونقول لكم أنه الكلام ده كله كان بالتعاون التام مع السيد وزير الطاقة، والأنا أبلغته صباح اليوم يوم تحركنا، قلت له نحن هنمشي المصفى، وده طبعا ضمن اختصاصاتك، ولكن اللجنة أيضا من ضمن اختصاصاته، وكان رحب جدا بالفكرة. لذلك توقعه أنه لجنة إزالة التمكين وفقا لصلاحياته وفقا لسلطاتها ستكون موجودة في عدد من المغرات في زيارات مفاجئة بالترتيب مع السلطة التنفيذية ومع الإدارات. اللجنة هي ليست لجنة إزالة التمكين فقط، وليست لجنة استرداد الأموال فقط، بل هي لجنة محاربة الفساد، وهي تتبع الفساد أينما وجد. فبالتالي لدينا عدد من الزيارات المفاجئة لدواوين الدولة وفقا للرصد اليوم البجينة من منسوبي اللجنة ومن المتعاونين معها. نحن بنشيد باللجان وبقوة الثور الحية وبشباب المقاومة اللي كانوا موجودين معانا في معظم العمليات التي نفذناها، وده برجعنا طوالي ليوم 30 يونيو، انه لجنة ازالة التمكين قبل التحضير ليوم 30 يونيو داهمت عدد من المغرات لمنسوبي الحزب المحلول. ولا اعتقد انه ايضا سيستطيع احد ان يتكلم عن انه ليس من صلاحيات اللجنة مداهمة مغرات الحزب المحلول، لانه الحزب الذي حل بنص القانون هو حزب ممنوع من ممارسة العمل السياسي، ونحن حلينا الحزب ده في نفس اليوم اللي أجزنا فيه قانون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة. بالتالي العمل المتواصل مع اللجان واللي حتزيد وتيرته في الأيام الجاية بتدريب عدد من الشباب حول التحري وحول تتبع المعلومات وغيره، حتى نستطيع أن نرفع من كفاءة اللجنة ومن زيادة عدد المتعاونين معها، خصوصا أنه برنامج الذي تنفذه لجنة إزالة التمكين هو برنامج الثورة، ويحظى بمساندة كبيرة جدا من الشباب في قوى الثورة ولجان المقاومة. هناك هجمة إعلامية منظمة طبعا على اللجنة، كلكم متابعينها، ودي كل مرة أنا بشير لها. الهجمة دي بتاخد أشكال شتى، بتكون من منصات مختلفة، بتكون من بصورة أساسية من الناس بتستهدفهم اللجنة اللي هم منسوبي النظام البائد، أو من الناس اللي عندهم مصالح بتربطهم مع منسوبي النظام البائد، ما شرط أن يكونوا أعضاء. في ناس بتأثروا من هذه القرارات، سواء كان لصلة الغربة، لصلة العمل، لصلة الصداقة، لصلة المصالح المشتركة. لذلك تتنوع هذه المنصات في الهجمات الإعلامية، لكن نحن أيضا راغبين في تطوير عملنا الإعلامي، والأكيد الناس كلها متابعة أنه هنالك ضعف في الأداء الإعلامي للجنة. يعني المنصة الرئيسية بالنسبة لنا هي المؤتمر ده اللي بيتابعوه ملايين السودانيين على امتداد المعمورة، لكن ماشيين في تجويد عملنا الإعلامي لمكافحة الشائعات اللي بتستهدف اللجنة بصورة مستمرة. الإعلان عن المؤتمرات الصحفية في أي وقت بدون أي سبب، أنا كل ما أكون ماشي الناس يقول لي المؤتمركم الصحفي في شنو، وأنا آخر من أعلم أقول لهم يا أخي نحن ما عندنا مؤتمر صحفي الليلة. ناس بتبرعوا للإعلان عن المؤتمرات الصحفية، ودي جزء من الحرب على اللجنة، لأنه أول ما ينتشر الخبر عن المؤتمر الصحفي بعد شوية يقول لك المؤتمر الصحفي تم إلغاءه، وده بيخلق حالة بتاعة إحباط داخل الناس، وبعدك على هذا الإلغاء تنسج الشائعات بأنه والله اللجنة تم إغافة، اللجنة تم حلها، اللجنة العسكريين والمدنيين اصطدموا، اللجنة وأثناء ما هي بتزيح في المؤتمر الصحفي واحد اقتحم المؤتمر الصحفي وقال وقف كل حاجة، وباستمرار آلاف الحكايات التي تنسج حول اللجنة. وده ناتج بصورة أساسية من هنالك منصات منظمة تدير هذه الحملة، ونحن إن شاء الله هنطور عملنا الإعلامي لمكافحة هذه الشائعات، وبيكون الأخبار حتصل للناس
عبر وسائل الإعلام المختلفة، عبر صفحاتنا، عبر الإذاعات، عبر التطبيقات اللي نحن في طريقنا لإنشاءها، وفي خطة تناقش في هذا الاتجاه. ختاما عايز أقول إنه القرارات اللي حتوزع الليلة دي قرارات كبيرة ومهمة جدا، مثل كل القرارات طبعا السابقة، لكن عدد أكبر. بس في حاجة نحن لاحظناها باستمرار، إنه نحن كل ما نقول مثلا استردينا أموال أو مزارع أو عمارات أو عقارات من شخص باسمه، طوال الناس يقول لك يا أخي والله دي ولا واحد على عشرة من عقاراته. نحن نؤكد إنه الملفات تمشي تباعا، لأنها تدرس وتمشي الأراضي عشان نجيب شهادات التسجيل، وبتمشي اللجنة القانونية عشان ندرس حقية استردادها وغيره. فبالتالي الملفات اللي بنقول نحن الليلة دي الملفات التم إنجازها فعلا. لكن مثلا لو في زول سردينا منه 10 عقارات أو 15 عقار، فهذه ما كلها عقاراته. لو في مؤسسة نحن شلنا منها 10 أو 15 أو 20 موظف، دي ما يهم المعنيين في ملفات عديدة وكثيرة جدا. نحن في هذا اليوم ما مستهدفين إنه ننهي خدمات عدد كبير من الموظفين، لكن في ناس لا يمكن استمرارهم أكثر من ذلك، لأنهم أصبحوا معيقين للعمل، وتأخرنا أيضا في إنهاء خدماتهم. يعني ممكن تلقى مؤسسة شلنا منها موظف واحد، وفي مؤسسة 2، وفي مؤسسة 20، وفي مؤسسة 25. دي ما الناس اللي عايزين ناخدهم من كل المؤسسة دي، ديل الناس الذين لا يمكن تأجيلهم إلى يوم غدا. فبالتالي عندما تسمعوا هذه القرارات عن أي مؤسسة من المؤسسات أو استرداد ممتلكات، ده جزء الذي اكتمل، أو ديل الناس الذين لا يمكن نأجلهم إلى يوم غدا. شكركم، وبترك الفرصة للأستاذ الدكتور صلاح مناع ليبدأ في تلاوة القرارات. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحييكم ونحيي الشعب السوداني بذكرى 30 يونيو، وسطر الشعب السوداني ملحمة أخرى إنه يعني جاد في مسيرة التحول والتغيير من أجل أن يحيا هذا الشعب حياة كريمة. ونحيي أيضا القوات النظامية بدورها العظيم في الحفظ على الأمن، وأيضا نحيي كل الشركاء، وأنا أتمنى أن تستمر هذه الشراكة بهذا الشكل وبهذا التعاون الكبير. وأيضا رسالة للثورة المضادة، أنه لا عودة للنظام القديم، والشعب قال كلمته. قد تتحدث بعض الأصوات عن تدخل اللجنة في بعض الأعمال، وأنه هذا من صميم عمل اللجنة متابعة ورصد كل اجتماعات المؤتمر الوطني المحلول، فنحن لهم بالمرصاد إن شاء الله، ونتابع هذا، وهذا من صميم عملنا. قرارات اليوم، هناك استرداد لقناة الشروق، هي من القرارات التي صدرت في أول اجتماع للجنة لإزالة التمكين، وتم طبعا ثبت بعد تحقيقات عديدة أنه هناك تمويل مباشر من الحساب التجميعي الذي تحدثنا عنه من قبل لقناة الشروق، وتم دفع أموال في ذلك الحساب 250 ألف دولار وحوالي 100 مليار لقناة الشروق. فبالتالي صدر قرار رقم 234 استرداد أسهم شركة الشروق للأنشطة المتعددة المحدودة، استنادا على قانون تفكيك 30 يونيو 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019، تعديل لسنة 2020 وفقا لسلطات لجنة التفكيك نظام 30 يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة. نصدر القرار آتي نصه: أولا، استرداد كل أسهم شركة الشروق للأنشطة المتعددة المحدودة لصالح حكومة السودان، وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثانيا، نوصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من تدابير لاستمرار أعمال قناة الشروق الفضائية المملوكة للشركة محل القرار، وإسناد إدارتها لوزارة الثقافة والإعلام. ثالثا، على الجهات ذات الصلة وضع القرار مكان التنفيذ. توقيع الفريق: الركن ياسر حسن العطا، عضو لجنة رئيس لجنة التمكين وعضو مجلس السيادة.
أيضا هناك كثير من العقارات تم استردادها في اجتماع اللجنة العليا اليوم. هناك قرار رقم 258 استرداد عقارات استنادا على قانون تفكيك النظام من 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989. واسترداد الأموال نظر القرار آتي نصه: أولا استرداد العقارات المبينة أدناه من مالكيها المسجلين لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. هي عبارة عن، أنا لا أريد أن أطيل لأنه القطعة تكون عدد كبير، القطعة رقم 138 مربع 3 مخطط النيل الأذرق الخرطوم بحري ولاية الخرطوم البالغ مساحتها 525 متر من تمادر الخنساء إبراهيم شمس الدين بنت وداد بابكر. اثنين، القطعة رقم 137 مربع 3 مخطط النيل الأزرق الخرطوم بحري ولاية الخرطوم بالغ مساحتها 525 من وداد بابكر مضوي عمر مضوي. ثلاثة، القطعة رقم 134 مربع 3 مخطط النيل الأزرق الخرطوم بحري ولاية الخرطوم مساحتها 525 من وداد بابكر مضوي. أربعة، القطعة رقم 130 مربع 3 مخطط النيل الأزرق الخرطوم بحري ولاية الخرطوم مساحتها 500 متر. خمسة، القطعة رقم 139 مربع 3 مخطط النيل الأزرق خرطوم بحري ولاية الخرطوم مساحتها 300 متر. ثالثا، تسجل العقارات محل القرار باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثالثا، على جهاز الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. القرار رقم 238 استرداد عقارات من علي عثمان محمد طه وشركة تأهيل للاستثمارات المحدودة. طبعا الناس قد يكون ما عنده علم انه علي عثمان كان لديه كثير من العقارات، ولكن كان يستخدم بعض الواجهات، وهناك شركة اسمها تأهيل، وهذه عقارات هي عبارة عن أراضي أفدنة زراعية في الباقير مدينة الباقير، وهي طبعا مجاورة لولاية الخرطوم، وتم تحسينها بغرض انها تكون لاستثمارات خاصة له، وتم بيعها صوريا لكن هي أساسا مسجلة له ولزوجته. القطع هي استنادا على قانون تفكيك 30 يونيو 1989 وزارة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989. واسترداد الأموال العامة نظر القراءة نفسه: استرداد العقارات المبنية أدناه من المالك ومسجل علي عثمان محمد طه لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط العمراني والتخطيط الاقتصادي. القطعة رقم 135 مربع الحارة الأولى ها جريب قرب الخرطوم البالغ مساحتها 1396 متر مربع، وهي عبارة عن منزل تم بناؤه بواسطة مبلغ بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، كلف مبلغ 6 مليون دولار، وكان مستأجر لرئيس المؤتمر الوطني أو نائب رئيس المؤتمر الوطني. القطعة رقم 18 مربع 7 الرياض الخرطوم البالغ مساحتها 600 متر، وهو منزل في الرياض في شارع عماك. ثانيا، استرداد العقارات المبنية أدناه من المالك المسجل لشركة تأهيل للاستثمارات المحدودة لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. طبعا الشركة التأهيل هي طبعا تعتبر واجهة من الواجهات، كان استخدمها نائب الرئيس السابق علي عثمان حمد طه. واحد، القطعة رقم 243 مربع جدايد الباقير البالغ مساحتها 14 فدان و6 من عشرة. اثنين، القطعة رقم 242 مربع جدايد الباقير البالغ مساحتها 28 فدان وأربعة من عشرة. ثلاثة، القطعة رقم 244 مربع جدايد الباقير البالغ مساحتها 14 فدان واثنين من عشرة. أربعة، القطعة رقم 245 الباقير والبالغ مساحتها 20 فدان وستة من عشرة. خمسة، القطعة رقم 248 مربع جدايد الباقير والبالغ مساحتها 14 فدان وخمسة من عشرة. ثالثا، تسجل العقارات محل القرار باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. رابعا، على الجهاد الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. القرار 242 ايضا استرداد قطع اراضي زراعية استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وازالة التمكين 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة التفكيك نظام 30 يونيو. واسترداد الأموال العامة ضد القرار أتنصه: استرداد قطع أراضي زراعية المبنية أدناه من مالكيها والمسجلين لصالح وتسجيلها لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
القطع رقم 177 مطري المرخيات والبالغ مساحتها 20 فدان من محمد عطا المولى عباس اللي هو رئيس جهاز المخابرات السابق. 2 القطع رقم 2 تقسيم 883 مطر المرخيات والبالغ مساحتها 96 فدان من شركة الأنظمة البيطرية المتقدم والمتنازل له محمد إبراهيم شمس الدين. طبعا أيضا هي تتبع لوداد بابكر لكن مسجلة باسم ابنها محمد. 3 القطع رقم 3 تقسيم 883 مطر المرخيات والبالغ مساحتها 300 فدان من محمد إبراهيم شمس الدين أيضا طبعا تتبع لوداد بابكر. طبعا هذه القطعة يعني تعتبر مزرعة مكتملة الأركان منتجة معمولة على نظام حديث جدا جدا تقدر قيمتها بملايين وكانت يعني تم تنفيذها بشركة أمطار. تسجل قطع الأراضي الزراعية محل القرار باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن عطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. طبعا هي عبارة عن مزرعة أو قطعة يعني إنتاجية تتبع لحرم الرئيس المخلوع وطبعا هي الآن موجودة في بلاغ ولا توجد باسمها أي نوع من الأراضي أو المزارع لكن كانت هي تسجل بأسماء أبنائها أو أسماء أبناء شقيقاتها. القرار رقم 260 الحجز على أموال الحسابات وصول منقولات هاشم علي محمد محمد خير استنادا على قانون تفكيك النظام 30 مليون 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 مليون 1989 استرداد الأموال العامة نظر القرار الآتي نصه: أولا الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات هاشم علي محمد محمد خير. ثانيا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن عطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. طبعا كثير من الناس ليس لديهم معلومة عن هاشم علي محمد محمد خير. هو طبعا أحد رموز النظام السابق ولكن يعمل كان في أنشطة في الخفاء لا أحد يعرف عنها ولكن كان هو يدير الرواسي وكانت الشركة تقوم بأنشطة وهي من نفذت النفط مقابل البترول وتحصل أموال كبيرة جدا لحساب الخاص فبالتالي لديه كثير من الممتلكات وهناك كثير من القرارات ستطال إن شاء الله. القرار رقم 253 استرداد عقارات استنادا على قانون تفكيك نظام 30 مليون 1989 وإزالة التمكين 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك النظام 30 مليون 1989 واسترداد الأموال العامة نظر القرار آتي نصه: استرداد العقارات المبين أدناه من ملكية هاشم علي محمد محمد خير لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط العمراني. هي القطع كثيرة فلا يطلنا أن أذكرها كلها لكن أقول لكم العدد تحت القطع وهي مساحات مختلفة وفي مواقع مختلفة في بحري الصناعات أيضا في الخرطوم شرق ومساحات مختلفة تصل لآلاف الأمتار. عبارة عن 17 قطعة مختلفة 18 قطعة الأرض هي في مساحات مختلفة في مواقع مميزة ومساحات كبيرة. ثانيا تسجيل العقارات محل القرار باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط العمراني. ثالثا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن عطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. أيضا قرار رقم 253 ده مكرر قرار رقم 239 استداد عقارات من شركة لازوتين للتنمية والاستثمار. شركة لازوتين أيضا تعتبر من الواجهات قد تم استرداد السمة في الاجتماع السابق للجنة العليا استنادا على قانون تفكيك النظام 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين لنظام 1989 واسترداد الأموال نظر القرار آتي نصه: أولا استرداد العقارات المبنية أدناها من الممالك المسجلة لشركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. القطع طبعا قطع أرض مختلفة هي مساحات مختلفة من تقع كلها معظمها في بحري عبارة عن 13 قطعة أرض مساحات مختلفة منها مساحات كبرى في السوق المحلي قطعتين واحدة 1000 متر واحدة 1875 متر. ثانيا تسجل العقارات محل القرار باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. أيضا في اجتماع اليوم صدرت عدة قرارات بخصوص إنهاء خدمة بعض العاملين، فهناك قرار رقم 249 استنادا على قانون تفكيك النظام من يونيو 1989 وزارة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال نصدر القرار آتي نصه. أولا إنهاء خدمة العاملين من مجلس السيادة عددهم حوالي لا نريد أن نذكر الأسماء 47 على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة. ده دليل على انه نحن يعني في لجنة ازالة التمكين بعد تعديل القانون القانون يطيل كل الاجهزة في الدولة وتم تعديل القانون لكي يكون هناك يعني نوع من مراجعة كل الملفات في كل اجهزة الدولة دون تمييز خاص لأي جهاز من اجهزة الدولة. ايضا هناك قرار 241 انهاء خدمة عاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، وانتم تعلمون جيدا الصندوق القومي لرعاية الطلاب كان يمارس انشطة في التعليم العالي وأيضا في الجامعات تحت التنظيم، وكان يقوم بعمليات إجرامية كبيرة جدا، وهناك كان الأمن الشعبي له دور كبير جدا. فبالتالي أنا بفتكر أنه اللجنة التي تم تكوينها هي لجنة فرعية وقامت بعمل كبير جدا، والشكر موصول للجنة بأنها رصدت بعض الفساد المالي، وأيضا لها هذا التوصية من اللجنة. طبعا القرارات تصدر أيضا بتوصية من اللجان الفرعية، فتم إجازة هذا القرار، والقرار هو رقم 241 إنهاء خدمة 14 مدير إدارة، إنهاء انتداب كل المنتدبين للصندوق القومي لرعاية الطلاب. فالمنتدبين يكونوا من بعض الأجهزة فرجوعهم إلى أجهزتهم، فبالتالي يتم التعاون معهم بصورة مختلفة. ثالثا إنهاء عقود كل المتعاقدين بعقود عمل مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب. رابعا الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. ايضا هناك ولاية الخرطوم في كثير من الوظائف لم يطالها القانون حتى الان، وهناك لجان فرعية سوف يتم تكوينها في الايام القادمة، وستقوم بعمل كبير جدا ايضا في مراجعة كل الموظفين في ولاية الخرطوم. قرار رقم 248 قرار بانهاء خدمة مدراء عموم وعاملين بولاية الخرطوم استنادا على قانون تفكيك النظام 30 مليون 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 مليون استرداد الأموال نظر القرار آتي نصه. إنهاء خدمة مدراء عموم التالي أساميهم: مدير عام وزارة الزراعة بابكر محمد عطية. 2 إنهاء عقد مدير عام وزارة المالية آدم عوض الله آدم. 3 مدير عام التخطيط الاستراتيجي دكتور أمير مرغني عبد الرحيم. 4 مدير عام وزارة الشباب والرياضة آدم كبير البشير. 5 مدير عام التنمية البشرية دكتور عبد العاطي محمد خير. 6 مدير عام السياحة والآثار على الدين الخواط. ثانيا إنهاء خدمة العاملين التالي أسمائهم: الصافي أحمد آدم مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه. 2 بلال أبو بكر محمد أحمد. 3 تيان يعقوب إدريس. 4 حمدي محمد فقير. 5 عبد الواحد عبد المنعم عبد العزيز. 6 يوسف حسن كرار. 7 أحمد حماد الطاهر. ثالثا على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. شكرا، وتفضل أستاذ ويدي لتكملة الإجراء. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لشعبنا، والتحية لهذا الشعب العظيم صانع الثورات معلم الشعوب. التحية للشهداء الأكرم منا جميعا شهداء الثورة السودانية، وبنكرر ونقول نحن على الدرب سائرون إلى أن نحقق كل أهداف الثورة ونفكك نظام الثلاثين من يونيو تفكيكا كاملا، سواء كان تفكيكا سياسيا أو اقتصاديا أو
داخل مؤسسات الخدمة العامة التي شوهها النظام البائد طوال 30 عاما الماضية. هيا دار أبدأ وأقول نحن ننحني لهذا الشعب العظيم وننحني للثوار في ذكرى 30 من يونيو، 30 من يونيو التي من العام الماضي جعلت هذه اللحظات ممكنة وحققت الانتصار. وثلاثين يونيو في هذا العام أيضا حققت لنا الأمن والاستقرار وأكدت لأعداء الثورة أن هذا الشعب شعب معلم واعي، لن يستطيع أن يخل بأمن وسلامة أمن شعبنا إلى أن تحقق الثورة شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة، ويعيش كل مواطن سوداني آمن مستقر ومنتصر وحاس بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين دون تمييز بيناتهم لا على أساس اللون لا عرق لا دين لا أصل اجتماعي لا إقليم لا انتماء سياسي. نشط أعداء الثورة خلال الأيام الماضية وكل ما خطط مؤسسات الدولة والحكومة أو لجنة إزالة التمكين في خطوات أو أصدرت قرارات، جماعة دل دارين يخدروا الشعب خايفين من المظاهرات بتاع 30 من يونيو. نحن والله خايفين من شعبنا، ومن لا يخاف من شعبه يجب أن لا يتغلد أي منصب. نحن نقدر هذا الشعب العظيم ونهابه ونحترمه، لذلك نسير فيما يريد وننفذ ما يريد. نحن لسنا أوصياء على شعبنا، نحن خدام لشعبنا ونتعامل مع شعبنا تعامل أن الشعب سيد ونحن الخدام له. وبالتالي مسألة إنه خايفين نحن خايفين من شعبنا ونحترم هذا الشعب العظيم ولذلك نعمل على تحقيق أهداف شعبنا، فدي ما منغصة يعني، لكن هي دانت عقلية السيادة عقلية التسلط على جماهير الشعب، وده الفاصل ما بين الثورة وما بين النظام البعيد. تكلمنا في مؤتمرنا الماضي وتحدثنا عن حساب فاسد، حساب المخلوع، وقلنا انه عنده امر مستدين بعشرين مليون، عشرين مليون دولار شهريا، وهذه حقيقة. من الذي كذب هذا؟ هم اعضاء النظام القديم الذين نعمل على تفكيكهم. ومن الذي صدر بيانا وقال هذا حساب خاص ولكنه لا يخص البشير؟ كيف لا يخص البشير؟ هو اسمه الحساب الخاص وخاص برئيس الجمهورية، ولكنه استبغنا الوزير السابق فضل بإصدار بيان بأن هذا غير صحيح، لأنه هو الذي كان يوقع على شيكات الحساب الخاص حينما يطلب منه ذلك رئيس الجمهورية. فهو ليس حساب إداري خاص بالقصر وإنما خاص برئيس الجمهورية، والذي يوقع على الشيكات حتى الشركات الذي يوقع ليس المالك وإنما هو المدير المالي أو المفوض من قبل مجلس الإدارة. هكذا تدار الحسابات. وعشان كذا لسه عندنا نماذج، والكلام ده ما كلام سعي. على سبيل المثال عمر البشير يطلب مبلغ جاءك الآتي، العنوان مهام رئاسية وفاء لتوجيه السيد رئيس الجمهورية، يرجى تأمين مبلغ 10 مليون دولار بصورة عاجلة لمقابلة التزامات ومهام رئاسية. هكذا كانت تدار أموال البلاد. ده حقه الخاص. والمرة اللي فاتت قلنا انه عمر البشير شال في سفرية واحدة 10 مليون دولار. كم يبلغ هذا المبلغ؟ وكم يساوي هذا المبلغ اذا افرغناه في مستشفيات ومدارس؟ وانا هقول الكلام ده كله كمان جاي في شهر واحد، مش كمان 10 مليون بس. نفيدكم بتوجيه الكلام ده كله لوزير المالية، نفيدكم بتوجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية
بزيادة الأمر المستديم لرئاسة الجمهورية بمبلغ سوداني 20 مليون جنيه، وذلك ابتداء من سبتمبر 2018 على الدولارات السابقة. وثاني مهام رئاسية عاجلة برضو، بناء على توجيه السيد الرئيس، كله بناء على توجيه ومخاطبة لوزير، يرجى تأمين. شوفوا اللغة، التأمين دي ما تأمين، دي ما بتاعت الجيب ذات، تأمين مبلغ وقدره 1,600,000 دولار ومبلغ 14 مليون لمقابلة 14 مليون سوداني لمقابلة مهام رئاسية عاجلة، كله عاجل. وكل هذه الأموال ترتبط معها سفريات للخارج، عشان كده بنقول ستعود كل هذه الأموال المنهوبة. وانتو أمكن حسي حينما توليت بعض القرارات فيها المزارع التي تم استردادها، مزارع حتى نظام الري، نظام أمطار مش محاور، مطر من فوق، هذا هو الطرف الذي كانوا يعيشونه. والمزارع ما لاقي قطعة أرض يبذر فوق إن شاء الله زي ما بيقولوا جدع، ولا فدان، ولا لاقي تركتر. وشفتوا كمان الصور المنتجعات، وبرضو يكرروا لا لدنيا قد عملنا. مش كده بس، وصلت البجاح واستمرار أكل أموال الشعب السوداني بأنه حتى داخل وزارة المالية لا يتحدثون ولا يتخاطبون بلغة مؤسسات الدولة، وإنما يتخاطبون بلغة الحزب. كشف يوضح الأوامر المستديمة الشهرية للواجهات التنظيمية. يعني نحن لما بنقول إننا نحن بنفكك في الواجهات التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني، ما بنقول الكلام ده من فراغ، لأنه حتى في مستندات وزارة المالية عندهم أوامر مستديمة، والأمر المستديم ما داير شرح. الناس اللي بيحاولوا يقولوا الأمر المستديم لما ينتهي، الأمر المستديم standing order في التاريخ المحدد بتدفع المبلغ، وده أمر مستديم شهري لواجهات تنظيمية حزبية من مال الشعب السوداني. والأغرب والأتهى إن منظمة الدعوة الإسلامية من ضمن المنظمات البرضو مدينها كواجهة من الواجهات لمؤسسات المجتمع المدني، تتلقى شهريا مبلغ، وعندنا المبلغ وبالاسم وبيستلموا منه وبرقم تلفونه، ودي كلها إجراءات حتتخذ قيد الإجراء الآن أمام النيابة. منظمة الدعوة الإسلامية لكل أصول المستردة الشافة الشعب السوداني، رغم ذلك تتلقى مبلغ 300,000 جنيه شهريا استلمها الأمين العام. 300,000 جنيه منظمة الدعوة الإسلامية بكل هذه المؤسسات تحتاج إلى تلقي دعم، ولكن هذا المبلغ للمنسوبين من التنظيم الموجودين داخل منظمة الدعوة الإسلامية حتى يميزوهم على غيرهم. حأقول على سبيل المثال برضو بعض الواجهات التنظيمية، جمعية القرآن الكريم وبحمد الله تم استردادها، طوعية تتلقى مبلغ شهري 200 مليون، الاتحاد النسائي العالمي وبرضو محلول طبعا نقول 20 مليون، مؤسسة الزبير الخيرية 30 مليون، المركز العالمي لأبحاث الإيمان 90 مليون. يا جماعة المشكلة إذا قالوا دعم لي منظمات كانت شوية مبلوعة، مسمى يا داخل مستندات الدولة باسم الواجهات التنظيمية يعني حقة الحزب، المركز الوطني لتدريب الشباب، المركز العالمي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، جمعية سواعد البناء، الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج،
المركز القومي للإنتاج الإعلامي، وكلكم تعلمون المركز القومي للإنتاج الإعلامي هو حق منه؟ حق الحزب، وكان مسؤول ده حق الطلاب. هيئة علماء السودان مهام رئاسية خاصة، ده 700 مليون، دي قالوا سموها شنو؟ حركة إسلامية، 700 مليون. منظمة إيسار الخيرية، المؤسسة الوطنية للتنمية والتعمير، مؤسسة إعادة البناء الإعمار وبناء السلام، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، الاتحاد الوطني للشباب، المركز القومي لتدريب الشباب، مركز الشهيد إبراهيم شمس الدين، منظمة التواصل، مجلس الشباب العربي الإفريقي، مؤسسة الفداء للإنتاج الإعلامي، الوكالة الدولية لتنمية العمل الإنساني، كثيرة. ما دار أقرأ كلها، دي نماذج، ودي ما اسمها منظمات، اسمها واجهات تنظيمية، وده هم سموهم ما نحن اللي قعدنا نسميهم. وكذلك منظمات المجتمع المدني، منظمة الدعوة الإسلامية، هيئة الدعوة الإسلامية برضو تم حلها بموجب قرارات سابقة من هذه اللجنة، الاتحاد العام للمرأة السودانية، مركز التنوير المعرفي إلى آخره. كل هذه قوائم لها أمر مستديم بوزارة المالية، تلقى هذه المبالغ من وزارة المالية، رغم أنها بتسميتهم أنفسهم هي واجهات تنظيمية. وكيف نقول يا جماعة إنه والله يا أخي أموال الشعب السوداني دي كانت موجودة في يد من يحافظ عليها؟ على سبيل أيضا تحدثنا في مؤتمرنا السابق عن المتعافي، وقلنا تم قيد إجراءات أمام النيابة، والنيابة الآن بتقوم بالإجراءات، وهو مطلوب القبض عليه. طيب ماذا فعل؟ واحد، في مشروع اسمه مشروع فكر مشكور في النيل الأبيض، المشروع ده بقع في ولاية النيل الأبيض في منطقة مجر ومشكور، أول مناطق بتاعت المشروعات العاشية التي كان يعتاش أو يتعيش منها أهالينا في النيل الأبيض. جاء وقال في مشروع كبير وشكر له شركة، وقال شارك الحكومة، وقدم دراسة جدوى ب 250 مليون دولار لمصنع سكر مشكور، وتأسست شركة لهذا المصنع، أدخل حكومة السودان معه شريك، لكن هم المالكين، إدارة عنده. تم التعاقد مع شركة هندية الضامن لتنفيذ المشروع، وزارة المالية قدمت الضمان 25 مليون دولار. ال 25 مليون دولار اغتلمت للأسف الشديد، ولم يغام أي مشروع، حتى التغرير بتعلقنا الآن الأرض لتفتحت غنى لتعمل مصنع لا جمكن 25 مليون دولار. وناس النيل الأبيض بيعرفوا كان المشروع عبارة عن لافتة، واللافتة وقعت هسي ذاته ما في. الأرض الزراعية دي الآن حقت المزارعين، البزرع فوقها الآن أيضا متسلطين على المزارعين باسم هذا المشروع. ولذلك هذه جرائم لا يمكن أن تغتفر. مال الشعب السوداني مال نهب، البلد بخيراته وخيره كثير وشعبه عظيم، ما بيستحق ده كله. وبرضو الناس يتكلموا عن المشروع الإسلامي الذي أسقطته قوة شنو؟ قوة سمونا هم ما عارف القوة ضد الدين ولا غيره. وبرضو لا لدنيا قد عملنا. لذلك كان لابد من أن تسير اللجنة مع شعبها وسندها ومصادر معلوماتها حتى تتخذ القرارات الصائبة بموجب القانون ووفقا
للقانون واستنادا على الوثيقة الدستورية التي جعلت من تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واجب من الواجبات والمهام الأساسية في هذه الفترة. لذلك نمشي للقرارات، نواصل في القرارات. قرار رقم 232 استرداد عقارات، استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: أولا، استرداد العقارات المبينة أدناه من مالكها إبراهيم عمر الآغا الخواط لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. القطعة رقم 1 مخطط 2/279 السبيل، والبالغ مساحتها 2591 متر مربع. القطعة رقم 2 مخطط 2/279 السبيل، والبالغ مساحتها 2590 متر مربع. القطعة رقم 3 2/279 السبيل، والبالغ مساحتها 4901 متر مربع. القطعة رقم 4 مخطط 2/279 السبيل، والبالغ مساحتها 4873 متر مربع. ثانيا، تسجل العقارات محل القرار باسم حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثالثا، على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ، توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. طبعا إبراهيم الخواط شن في مواجهتنا حملة قبل أن نتخذ هذا القرار، ونحن لا نتعامل بردود الأفعال، لأنه هو من جهة ما علم أننا طلبنا بعض الإفادات وابتدى يتكلم هذه المسائل. نحن لا نشخصن القضايا، هذه الأراضي تم تخصيصها بطريقة غير صحيحة وفيها شكل من أشكال التمكين والتمييز، ولم يتم تخصيص هذه الأراضي وتغيير غرضها وبهذه المساحات للقطعة الواحدة إلا لزول فصلوا له تفصيل. نحن نتعامل وفق القانون. طيب، قرار رقم 233 استرداد عقارات، استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: استرداد العقارات المبينة أدناه من مالكها جمال محمد عبد الله الوالي لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. القطعة رقم 734 مربوع الباقير، والبالغ مساحتها 23 فدان و2 من عشر. القطعة رقم 737 مربوع الباقير، والبالغ مساحتها 11 فدان و8 من عشر. القطعة رقم 207 مخطط أفراس السكني، مساحة 1004 متر مربع. القطعة رقم 297 مخطط أفراس السكني، مساحتها 931. أنا هقرأ أرقام القطع وطوالي المساحة. القطعة 234 مساحتها 850 متر مربع. القطعة رقم 72 مساحتها 727 متر مربع. القطعة رقم 209 مساحتها 720 متر مربع. القطعة 298 مساحتها 745. القطعة رقم 299 مساحتها 736. القطعة رقم 300 مساحتها 727. القطعة رقم 301 مساحتها 718. القطعة رقم 302 مساحتها 709. القطعة رقم 278 مساحتها 700. القطعة رقم 279 مساحتها 700. القطعة رقم 80 مساحة 100 متر.
281 مساحتها 700 متر مربع، 283 مساحتها 700 متر مربع، 284 مساحتها 700 متر مربع، 285 مساحتها 700 متر مربع، 286 مساحتها 700 متر مربع، القطعة 787 مساحتها 700 القطعة 288 مساحتها 700، القطعة 209 مساحتها 700، القطعة 290 مساحتها 700، القطعة 291 مساحتها 700، القطعة 292 مساحتها 700، 293 مساحتها 700، 294 مساحتها 700، 295 مساحتها 700، القطعة رقم 73 مساحتها 663، القطعة رقم 327 مساحتها 573، القطعة رقم 328 مساحتها 510، القطعة رقم 329 مساحتها 510، 336 مساحتها 502، 337 مساحتها 502، 384 مساحتها 540، 385 مساحتها 540، القطعة رقم 386 مساحتها 505، القطعة رقم 416 مساحتها 599، 394 مساحتها 540، 395 مساحتها 540، 505 مساحتها 583، 484 مساحتها 420، 482 مساحتها 420، 477 مساحتها 420، 475 مساحتها 493، القطعة رقم 476 مساحتها 747، القطعة رقم 444 مساحتها 465، القطعة رقم 445 مساحتها 465، القطعة رقم 448 مساحتها 457، القطعة رقم 449 مساحتها 57، القطعة رقم 450 مساحتها 447، القطعة رقم 324 مساحتها، القطعة رقم كل القطع دي ماذا عددها 157 قطعة سكنية وقطعتين زراعيات، يعني الرقم لحد ما نصل 157 أنا يدوب قريت تقريبا 50 157 قطعة. قرار رقم 235 استرداد عقارات شركة السالمة للتجارة والاستثمار المحدودة وشركة السالمة للحلول الذكية. طيب هذه الشركة شركة السالمة للتجارة والاستثمار في بدايتها كانت شركة حكومية، هذه الشركة الحكومية تحولت بطريقة غريبة جدا جدا إلى شركة خاصة يملكها شخص واحد، هذا الشخص استولى على هذه الشركة، ومش الشركة بس، بعد ذلك استولى كمان على الأصول، وهو محمد علي الأمين، وهو الأمين العام الأسبق لمنظمة الدعوة الإسلامية لدورتين. هذه الشركة أيضا استولت على أموال منظمات، عشان كده الناس كانوا بيفتكروا إنه دي كانت حقت منظمة الدعوة الإسلامية، لكن هي فعلا كانت حقت منظمة الدعوة الإسلامية، وهو شال من منظمة الدعوة الإسلامية ومعاها شركات تانية. ولذلك كان لابد من اتخاذ هذا القرار. طيب استنادا على قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020
وفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر قرار الآتي نصه: استرداد العقارات المبينة أدناه من مالكها شركة السالمة للتجارة والاستثمار المحدودة وشركة السالمة للحلول الذكية لصالح حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. القطعة رقم 4/9 مربع 40 السوق الشعبي ولاية النيل الأبيض مدينة ربك والبالغ مساحتها 400 متر مربع. السوق الشعبي مدينة ربك كله حق السالمة. طيب كم قطعة؟ طبعا ما هقدر اقرا. 224 224 قطعة ارض تجارية، 224 قطعة ارض وليس سكنية، تجارية. ولذلك صدر هذا القرار لحكومة السودان ولصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 224 قطعة أرض. طيب وده نوع الفساد اللي كان فيه، شخص واحد يتملك 200 قطعة وشخص واحد يملك 220 قطعة و يتملك شركات كانت حق الدولة أصلا، وبيعته كيفية انتقلت الملكية ذات. زي الكلام اللي قلنا لكم حينما تنازلت وزارة المالية ولاية الخرطوم لجمعية الرضوان الخيري عن أسهمها ببنك النيل أو بنك التنمية التعاوني الإسلامي. هكذا كانت تبدد أموال الدولة. أيضا هنالك القرار رقم 236 استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد العامة نصدر القرار الآتي نصه: أولا استرداد كل أسهم شركة إطعام للاستثمار المحدودة منظمة بنك الطعام هي المالكة ل 99 سهم، وسهم واحد من علي محمد عبد الله محمد بندق كلها لصالح حكومة السودان وزارة المالية. ثانيا توصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من التدابير لاستمرار أعمال الشركة وأسماء الأعمال المملوكة لها وإسناد إدارتها لوزارة الصناعة والتجارة وهي مصنع طل لإنتاج المياه المعبأة، مصنع إطعام لتصنيع ملح الطعام مع اليود اللي هو مصنع شافي بولاية البحر الأحمر، مصنع إطعام للبسكويت، معالم للإنتاج الزراعي والحيواني، إطعام للاستيراد والتصدير على جهات ذات الصلة. وضع القرار موضع توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة. طيب هنا لابد أن نتوقف، شنو اللي بيخلي الشركة دي كيف تأسست ومن الذي أسسها ومنظمة بنك الطعام هي شنو؟ مجموعة من الشباب المتحمسين للعمل الطوعي دارين يقدموا لبلدهم، دارين يقدموا، فكروا في فكرة انه يساعدوا كيف الفقراء اللي ما عندهم لقمة يأكلوها. قالوا في فايض بيكون في بعض المؤسسات في الفنادق في المطاعم انهم هم يشيلوا هذا الطعام الفايض يعيدوا تعبئته بشكل كريم ويوزعوه على الفقراء. وبالفعل بدأت هذه المنظمة أعمالها، وحينما أصبح لهذه المنظمة التي يقودها هؤلاء الشباب الخيرين وبقى عندها تشبيك مع منظمات بنك الطعام العالمية، هنا سال لعاب النظام القديم، دعوهم وقالوا هذه المنظمة ستكون رعايتها من قبل النائب الأول آنذاك لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وقعدوا في اجتماع ودعوا رجال الأعمال
قال له تدعم هذه المنظمة، لكن طوالي سموا وقتها هاشم علي محمد خير انه هو المسؤول عنهم. شباب ما ردوا، قال لهم عندنا مجلس بتاع إدارة وعندنا كده. في النهاية شالوهم برا واستلموا المنظمة، وبعد ذلك بدأت المنظمة بدلا من إطعام الفقراء والمساكين إلى الاستثمار والاستفادة من امتيازات الاستثمار. عشان كده ما في زول سمع بها بعدك. وعملت المصنع بتاع شافي، وعملت مصنع طل، وعملت مصانع وماشى في مجال الاستثمار، ونست أن هذه المنظمة التي امتلكت هذه الشركة اللي أسسوها سموها شركة إطعام هي أصلا كانت منظمة طوعية قامت لأجل أهداف، ولكن انحرفت عن هذه الأهداف. ولذلك كان لابد من استعادة هذا المال. أيضا هو بالمناسبة من الأموال، ولسه هذه المنظمة وهذه الشركة مصدق لها بمساحات زراعية مئات الآلاف من الأفدنة كلها، والآن لأننا استردنا الأسهم فهذه الشركات وهذه الأراضي ستصبح مملوكة لنفس شركة إطعام، وبالتالي ستؤول كل هذه الأراضي لحكومة السودان باسم شركة إطعام، وإن شاء الله تصحح المسألة حسب التوصيات اللي وصينا بها بما يخدم شعبنا. قرار رقم 236 استرداد أسهم شركة إطعام للاستثمار المحدودة، استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، نصدر القرار الآتي: أولا استرداد كل أسهم شركة إطعام للاستثمار المحدودة. توصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من التدابير زي ما قلت. أنا كررت القرار. قرار رقم 237 إلغاء تسجيل منظمة بنك الطعام. طبعا المنظمة تم الاستيلاء عليها، عشان كده خالفت كل القوانين وأصول العمل الطوعي والإنساني. استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال، نصدر القرار. أولا قرية ومغارة المملوكة والمسجلة باسم منظمة بنك الطعام ل حكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. رابعا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. قرار رقم 240 استرداد أسهم شركة السالمة للتجارة والاستثمار المحدودة، وزي ما قلنا إنه شركة السالمة مساهمة في شركات تانية، وبالتالي لابد من بقاء هذه الشخصية القانونية كشركة. لذلك صدر هذا القرار استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 واسترداد الأموال العامة، نصدر القرار الآتي: نصه أولا استرداد كل أسهم شركة السالمة للتجارة والاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثانيا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. القرار اللي حتلو كما أشاد الرئيس المناوب بلجنتنا في قرب دارفور فعلا هي رفعت توصيات وقامت بجهد كبير، وكان فوقه حقيقة في التوصيات المرفوع علينا عمل مؤسسي، ولقينا فوقه جهد فعلا مبذول، ولذلك نحن بنشيد بهذا العمل، وبنتمنى من كل اللجان الولائية أو اللجان الفرعية أن تحزو حزو لجنة غرب دارفور لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. القرار رقم 243 حل وإلغاء وتسجيل منظمات بولاية غرب دارفور.
استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: أولا إلغاء تسجيل وحل المنظمات الآتية بولاية قرب دارفور: 1. منظمة أيادي السلام للتنمية، 2. منظمة الحوراء للتنمية، 3. منظمة الأمل الخيرية، 4. منظمة المستقبل لتنمية المجتمع، 5. منظمة منافذ الخير، 6. منظمة شباب من أجل تنمية دارفور، باعتبارها دي كلها واجهات تنظيمية للنظام القديم. ثانيا الحجز على كل أموال وحسابات وأصول المنظمات محل الغرار العقارية والمنقولة ومغارها ودورها وشركاتها وكل استثماراتها. ثالثا تؤول كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم المنظمات محل القرار لحكومة السودان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. رابعا تشرف وتدير حكومة ولاية غرب دارفور أي مشروعات غائمة. خامسا الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. أيضا القرار التالي هو أيضا ولاية غرب دارفور قرار رقم 244 استرداد عقار أحمد رمضان. استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: أولا استرداد العقار رقم 91/19/ألف/غين مدينة الجنينة ولاية غرب دارفور والبالغ مساحته 2400 متر مربع من عباس أحمد باسم وزارة التربية والتعليم ولاية غرب دارفور وتخصص مدرسة ثانوية للبنين. ثالثا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. هذه القطعة هي كانت من ضمن خطة وضعت لتوزيعها على المعلمين كأراضي سكنية، وطبعا كله منطقة سكنية يجب أن يكون بها مدرسة، هذه المساحة خصصت كمدرسة، ولكن للأسف تم تخصيص هذه الأرض المخصصة كمدرسة لعباس أحمد رمضان ليشيد عليها مدرسة خاصة، وأصبحت بدل أن تكون مدرسة حكومية أصبحت مدرسة خاصة، ولذلك نعيد هذه الأرض. استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: إنهاء خدمة العاملين الآتية أسماءهم: 1. محمد عبد الحق فضل مرغني مدير عام وزارة المالية بولاية غرب دارفور، عبد الخالق إبراهيم مطر مدير عام وزارة الشباب والرياضة، يونس آدم خميس مدير عام وزارة البنى التحتية، أبو القاسم خميس مدير عام وزارة الثقافة والإعلام، محمد عبد الله آدم مدير عام الرعاية الاجتماعية. ثانيا تمت إعادة تعيين المذكورين محل القرار بالخدمة العامة بعد تغلدهم وظائف دستورية، ديل كان يتغلدوا وظائف دستورية بالمخالفة لقانون تخفيضات وتعيينات الدستورين لعام 2001 تعديل 2009، وعليه لا يترتب على هذا القرار حساب أي استحقاقات بموجب قانون الخدمة العامة. ثالثا على الجهات ذات الصلة وضع القرار وضع التنفيذ توقيع الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. طبعا أي شخص حينما يتغلب أي موقع دستوري يتخلى عن وظيفته وبعد انتهاء تكليفه الدستوري لا يجوز إعادته للخدمة العامة، لكن للأسف ديل تمت
إعادتهم للخدمة العامة تانية وسكنهم على الدرجة الأولى كمدراء عامين لهذه الوزارات، وهذا فيه مخالفة واضحة للقانون، وبالتالي كان لابد من الإشارة في الفقرة 2 بعدم حساب أي استحقاقات تترتب على إعادة تعيينهم بوزارة بولاية غرب دارفور. قرار رقم 246 تخفيض درجات وظيفية وإنهاء خدمة عاملين بولاية غرب دارفور. استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، نصدر القرار الآتي نصه: أولا تخفيض درجات العاملين الآتي أسماءهم وإنهاء خدمتهم، لأن نزول ماخذ درجة ما حقته، فبالتالي يجب أن يعود إلى الدرجة التي يستحقها ثم بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراء. محمد عبد الله علي أبو عريف من الدرجة الأولى إلى الرابعة مع إنهاء الخدمة. محمد حسن محمد آدم من الدرجة الأولى إلى الرابعة مع إنهاء الخدمة. ثانيا يحال المذكورين محل القرار للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق حول المخالفات القانونية المرتكبة. ثالثا على الجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. التوقيع على الفريق: الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. المخالفات القانونية اللي بنتكلم عنها ما مخالفة لقانون الخدمة العامة، في مخالفات قانونية أخرى واردة من ضمن التقارير، وبالتالي هذا اختصاص النيابة لأنها مسائل جنائية، وبالتالي سيتم إحالة هذا الملف للنيابة. قرار رقم 247 تخفيض درجات عاملين بولاية غرب دارفور. يا جماعة نحن قلنا نحن لا بنتشفى ولا جايين نتشفى في زول. أي مواطن سوداني من حقه أن يكون بالوظيفة العامة، بس يتحصل على الوظيفة على درجة متساوية مع رفاقه دون تمييز منهم، ولا يتم ترقيته أو القفز به على برضو أكتاف زملائه المعاه في نفس الدرجة وقد يكونوا أكفأ منه. في حاجات كثيرة حصلت زي دي، وبالتالي نحن مش جايين نقول والله يا أخي أي زول مخطي ولا كده خلاص نحن نقطع ركبته أو كده، لا، نحن برضو يجب أن نطبق حينما نصدر قراراتنا روح العدالة، ولذلك صدر هذا القرار تخفيض درجات العاملين الآتي أسمائهم. ما أنهينا خدمتهم بس أرجعناهم للدرجة اللي بيستحقوها: عيسى آدم بركة أبو من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة مع إعفائه من مهامه كمدير لمفوضية التسريح وإعادة الدمج، لأن الدرجة بتاعته دي أصبحت غير مناسبة. فخر الدين محمد شمس الدين من الدرجة الثالثة إلى الدرجة السابعة مع إعفائه من مهامه كمدير لمركز المعلومات بأمانة حكومة غرب دارفور. ساريا على الجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ: الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. قرار رقم 251 باسترداد عيان وقف عقارية. برضو كان في شكل من أشكال الفساد انه يتم تخصيص قطعات ارض باعتبارها وقف، اصلا تحدد ان دي اوقاف حسب التوجيهات في انه اي مخطط سكني او خطة اسكانية مفترض يكون فوق اراضي وقف، بيتم تخصيص هذه الاراضي الوقف لمنظمات او واجهات زي ما ذكرت قبل، الواجهات اللي عندها الامر المستديم في وزارة المالية دي نفسها اللي بيخصص لها الاراضي الوقف، وبالتالي كان لابد من استرداد هذه الأوقاف الأعيان العقارية لصالح ديوان الأوقاف القومية الإسلامية. استرداد أعيان وقف عقارية استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، نصدر القرار الآتي نصه: أولا تسترد العقارات المبينة أدناه لحكومة السودان لصالح ديوان الأوقاف القومية الإسلامية. واحد القطعة رقم 81/9 مربع 14 جبرة الخرطوم والبالغ مساحتها 1015 متر مربع من منظمة البر والتواصل.
القطعة رقم 251 مربع 37 الثالثة الخرطوم، والبالغ مساحتها 2921 متر مربع، من منظمة نوافل الخيرات. القطعة رقم 326 مربع الرواب الخرطوم، والبالغ مساحتها 750 متر مربع، من منظمة المجذوب لخدمة القرآن الكريم. القطعة رقم 326 على 1 مربع الرواب الخرطوم، والبالغ مساحتها 765 متر مربع، من منظمة المجذوب لخدمة القرآن الكريم. القطعة رقم 428 مربع 37 الثالث الخرطوم، والبالغ مساحتها 1775 متر مربع، من منظمة دكتور مجذوب الخليفة. القطعة رقم 362 على 3 الراغي الخرطوم، والبالغ مساحتها 2000 متر مربع، من منظمة توازن للتنمية والإعمار العالمية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ولاية الخرطوم. القطعة رقم 330 مربع 37 الثالثة الخرطوم، والبالغ مساحتها 1656 متر مربع، من منظمة دار الأرغم. القطعة رقم 3 مربع 2 على طاء بري الدرايسة الخرطوم، والبالغ مساحتها 2000 متر مربع، من جمعية عبد الرحمن عباد الرحمن النسوية لصالح ديوان الأوقاف الإسلامية أو ديوان الأوقاف القومية الإسلامية. القطعة رقم 264 مربع 27 الثالثة الخرطوم، والبالغ مساحتها 3000 متر مربع، من الهيئة الخيرية الإسلامية لصالح ديوان الأوقاف القومية الإسلامية. القطعة رقم 417 مربع الرواب الخرطوم، والبالغ مساحتها 705 متر مربع، من الصندوق القومي لمساعدة الشباب على الزواج. القطعة رقم 418 مربع الرواب الخرطوم، والبالغ مساحتها 761 متر مربع، من الصندوق القومي لمساعدة الشباب على الزواج. القطعة رقم 350 مربع 37 الثالثة الخرطوم، والبالغ مساحتها 1650 متر مربع، من الندوة العالمية للشباب الإسلامي. القطعة رقم 613 مربع الرواب الخرطوم، والبالغ مساحتها 394 متر مربع، من منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار رقم 156 الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. القطعة رقم 604 مربع 13 جبر الخرطوم، والبالغ مساحتها 3250 متر مربع، من الاتحاد النسائي العالمي لصالح ديوان الأوقاف القومية الإسلامية. القطعة رقم 510 مربع 8 الأزهري، والبالغ مساحتها 7000 متر مربع، من شركة الزيتون الوقفية، ودي أصلا مساحة حديقة عامة. القطعة رقم 517 مربع 8 الأزهري الخرطوم، والبالغ مساحتها 900 متر مربع، من شركة الزيتون أيضا الوقفية. القطعة رقم 555 الشهيد طه الماحي الخرطوم، والبالغ مساحتها 35880 متر مربع، من منظمة الإيثار. القطعة رقم 1495 على 1 مربع 3 كافوري، والبالغ مساحتها 800 متر مربع، من جمعية أنصار الخيرية. ثانيا، تسجل العقارات والقطع محل القرار باسم ديوان الأوقاف الإسلامية. ثالثا، عزل جميع نظار الوقف للعقارات محل العقار، وانعقاد نظارة الوقف على كل العقارات لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أو من يعينه وفقا لأحكام المادة 3 من قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008. رابعا، على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة. قرار رقم 254 استرداد عقارات، عفوا هو مش استرداد، أصول. استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، نصدر القرار الآتي نصه. أولا، استرداد ورش مارينجان والحصحيصة من جامعة الجزيرة وضمها لأصول مشروع الجزيرة. يسمح للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاستفادة من الورش المستردة لأغراض التدريب. ثالثا، على الجهاز ذات الصلة وضع القرار ووضع التنفيذ. طبعا في هذه الورش
كانت من ضمن أصول مشروع الجزيرة. حينما تم تفكيك المشروع والتخريب الذي تم بشكل متعمد، تم نقل هذه الأصول لجامعة الجزيرة، والآن رد هذه الأصول إلى مشروع الجزيرة، وتم فعلا أيضا بالتشاور تم مع جامعة الجزيرة، وهم موافقين على التدريب وأن يكون أو تكون هذه الأصول من ضمن أصول مشروع الجزيرة، ومع مواصلة البحث العلمي والتدريب بالنسبة للطلاب. قرار رقم 255 إنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي وهيئة الأبحاث الجيولوجية استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: إنهاء خدمة العاملين الآتية أسماؤهم: 1. نجم الدين حسن إبراهيم بنك السودان المركزي، وصال محمد الأمين أوشي بنك السودان المركزي، عبد الله علي أحمد هيئة الأبحاث الجيولوجية، سميرة مرغني أحمد هيئة الأبحاث الجيولوجية. الفريق: الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. طيب، هذه الثورة كان من أهم شعاراتها الحرية والسلام والعدالة، وحتى تتحقق العدالة كان لابد من تعبيد الطريق أمام عدالة حقيقية يحس بها المواطن السوداني بعد هذه الثورة العظيمة. لذلك قرارنا رقم 256 إنهاء خدمة وكلاء نيابة استنادا على قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه: أولا، إنهاء خدمة وكلاء النيابة الآتية أسماؤهم: 1. عادل بابكر محجوب إدريس رئيس نيابة عامة، ياسر أحمد محمد أحمد رئيس نيابة عامة، النزير حامد الفكي أحمد رئيس نيابة عامة، ياسر بشير بخاري البخاري سليمان رئيس نيابة عامة، محمد فريد حسن أحمد رئيس نيابة عامة، فتح الرحمن سعيد الطاهر عبد الرحمن رئيس نيابة عامة، الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس نيابة عامة، محمود مهدي أحمد سعد رئيس نيابة عامة، شيخ الدين جبريل العبيد رئيس نيابة عامة، أميمة مبارك السماني إبراهيم رئيس نيابة عامة، المبشر محمد عمر رحمة رئيس نيابة عامة، نجوى علي الماحي علي رئيس نيابة عامة، عامر محمد إبراهيم رئيس نيابة عامة، مرغني عبد الرازق كنا رئيس نيابة عامة، محمد عبد العظيم محمد صالح وكيل نيابة أعلى، نصر الدين أبو شيبة الخليل محمد وكيل نيابة أعلى، عادل محمد موسى ضحية وكيل نيابة أعلى، هشام عطلة الشيخ الطيب وكيل نيابة أعلى، عمر أبو الحسن محمد أحمد وكيل نيابة أعلى، معتصم عبد الله محمود وكيل نيابة أعلى، عروة عبد الله محمد عبد المولى وكيل نيابة أول. على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ: الفريق: الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة. الشدة دارين نقوله نحن في اللجنة، نحن حقيقة مثل ما ذكر الرئيس بنعمل حتى غير هذه القرارات، بتصدر مننا قرارات هي من غير القرارات اللي بنعلينا. إضافة لكذا التجهيز والترتيب لهذا العمل يتطلب جهد ويتطلب مسابرة وعمل لجان، وبالتالي يعني نحن ليس لدينا يوم محدد للإطلالة كمؤتمر صحفي حينما ننجز أعمالنا ونرتب قراراتنا بناء على القانون ووفقا القانون نعلن هذه القرارات لجماهير شعبنا.
اليوم تم استرداد أعيان وقف عقارية من منظمات عددها 18 قطعة، المساحة بتاعتها 67,222 متر مربع. تم استرداد 13 عقار من شركة لازوتين مساحتها 6,683 متر مربع. شركة السالمة 221 قطعة مساحتها 105,503 متر مربع. شركة تاهيل للاستثمار المحدودة 6 قطع فوق 96 فدان 4,101,772 متر مربع. إبراهيم الخواط 14,955 متر مربع. جمال الوالي 222,427 متر مربع، حاصل نتيجة 159 قطعة و35 فدان. هاشم علي محمد خير 18 قطعة 16,499 متر مربع، 2400 متر مربع بمدينة الجنينة ولاية غرب دارفور، المجموع 440 قطعة 131 فدان، مجمل المساحة الكلية 837,760 متر مربع. نحن عهدنا لشعبنا أن نسير في هذا الطريق وأن نواصل هذه المهمة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والتي كانت هدفا من أهداف هذه الثورة العظيمة والتي دفعت ثمنها شعبنا دماء وشهداء وجرحى ومفقودين. التحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله.